صباح الخير. وفطورنا اليوم برعاية خلف نجرتي مع الميكوفيجي، بنحطها مع السلطة هذه بالروب. أول شيء نجيب كمية الخل، كمية قليلة جدا أو حسب الرغبة نخلطها، وهذه الميكوفيجي نفس الشيء، كمية قليلة ما نكثر منها. ولازم نشرب الماي الكثير، لا ننسى لازم نشرب الماي الكثير مع الميكوفيجي. وهذه مكونات مكملات الغذائية والأغذية والأشربة من شركة دي أكس أن، نقدر ناكلها ونشربها على الريق، ما في أي مشكلة. هي أغذية وليست أدوية، نتعامل معها تعامل الأغذية، ونقدر نحطها حسب الرغبة، نقدر نخلطها حسب الأكل اللي احنا نبيه. هذا الميكوفيجي وخل فينيغريتي من شركة دي أكس أن، هذا المزيج الحلو اللي يرفع الطاقة ويطرد السموم واللي ينظف الأمعاء والجهاز الهضمي.